والنهارده هي عن قصر الاتحاديه. قصر الاتحاديه ده بدأ باسم وانتهى بقصر الاتحاديه. حكايه قصر الاتحاديه ده ايه؟ اللي هو بدأ باسم الواحه، تعالوا نعرفها من هي دي الحكايه، والاستاذ اسامه ابو العباس احمد. قصر الاتحادية. دعا البارون امبان مؤسس حي مصر الجديدة ذات يوم أرنست جاسبر المهندس المعماري البلجيكي، وكان ما زال شابا، إلى رحلة على ظهور الخيل إلى صحراء طريق السويس. وفي الطريق أشار رجل الصناعة امبان إلى هضبة شاسعة خالية وقال: أريد أن أبني مدينة هنا تسمى هليوبوليس، مدينة الشمس، وأريد أن تكون باهرة خلابة. فندق ألواحة وهو الاسم الذي تغير بعد انتهاء تشييد هذا المبنى ليكون فندق هليوبوليس بالاس، وأصبح أروع مبنى في مدينة هليوبوليس. الفندق كان ثمرة للتعاون بين المعماري البلجيكي جاسبر المخطط الرئيسي لهليوبوليس وزميل له هو ألكسندر مارسيل. ميزانية الفندق في حينه كانت 2.25 مليون دولار ضمانا لفخامته، حيث أنه كان في حينه أكبر فندق في العالم، ومساحته 6500 متر مربع، وبه 400 غرفة، 55 منها أجنحة. وكانت قبة الفندق مبنية بالخرسانة المسلحة وترتفع عاليا فوق ردهته الرئيسية الفاخرة ارتفاعا قدره 35 مترا. معماره المتميز لفت إليه النظر وأصبح عامل جذب سياحي للعديد من الشخصيات الملكية في مصر وفي خارجها، مثل الملك ألبير الأول ملك بلجيكا وزوجته الملكة إليزابيث دي بافاريا. في السبعينيات تغير اسم المبنى إلى قصر الاتحادية. في يناير عام 1972 في فترة رئاسة السادات لمصر صار القصر مقرا لما عرف باتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم آنذاك كلا من مصر وسوريا وليبيا، ومنذ ذاك الوقت عرف باسمه الحالي غير الرسمي قصر الاتحادية أو قصر العروبة.